عندوش الماء يولي مبدئيا يلوج، اعطيني الساعه اعطيني الماء، اعطيني الساعه الماء يمشي في الروبيني، فهمني؟ احنا هذا ماهوش موجود. باش نحكي على وضعيه الماء اللي ارقت سكان الجهه منذ 2011، اصبح انقطاع الماء متكرر ومتواصل ومزمن، مما ادى الى غضب شعبي كبير في المنطقه، واستوجبنا نحن كمجتمع مدني واحزاب ومنظمات ان نتحرك بشكل فعال من اجل الحد من هذه المشكله او القضاء عليها نهائيا. فكانت تحركاتنا متواصله، فقد بدات منذ 2012، نتذكر انها بدينا بشكل وقفات احتجاجيه ومظاهرات منذ 2011، لكن المشكل ما تحلش، قد الوضعيه متكرره. عاودنا تحركنا البريود الاخر هذه حوالي شهر تالي، تحركنا بتحرك كبير برشا، هناك تحركات عديده، قمنا بوقفه احتجاجيه امام الولايه وامام المعتمديه. ثم في مرحله اخرى قمنا بتحديد موعد الاضراب العام نهار 16 مارس، وخلال تلك الفتره حوالي 15 يوم طلبت من السلطات المحليه التفاوض وطرحوا علينا المشكل. المشكل مش نعطيك المشكل اللي قطاع الماء بالضبط، بالنسبه للمشكل كان شركة توزيع واستغلال المياه برديف لها بئر واحدة، البئر هذه لا يمكن لها أن توزع كامل المنطقة بالماء، وهذا إضافة إلى السرقات اللي كانت السرقات المشبوهة بالتعاون مع بعض العمال من شركة توزيع واستغلال المياه. الحاجة الثالثة وهي معناتها المشكل الأكبر هي شركة فسفات قفصة تقوم باستنزاف الطاقات المائية للمنطقة وتقوم بغسل الفسفات اللي هو مخالف القانون، لانه الماء الصالح للشراب لا يمكن استغلاله في غسل الفسفات. وعندما عرضنا هذه المشاكل على والي الجهه قد وافق على جميع مطالبنا، مما اضطرنا الى تعليق الاضراب. بالنسبه لهذه اللحظه الماء موجود ونحن لن نسكت وسنتابع الموضوع الى حين القضاء على المشكله النهائيه. بالنسبة للمؤسسة التربوية هذه، تعرفوا وجود الماء معنا في مؤسسة تربوية يعتبر ضروري وهام للاستعمال المتعات لهذا، ومعنا سواء للشرب أو للاستعمال الخاص، وبالتالي فإنه غياب الماء اللي ما يكون متوفر عادة كان في الليل للأسف، وربما لعدم وجود حتى خزان او حاويات تحطوا فيها الماء باش التلامذه يستعملوا، بالتالي فانه طوال اليوم يعتبر الماء معنا غير موجود في المؤسسه التربويه، وهذا يخلينا ربما نعتمد بعض الوسائل البسيطه باش نوفر الماء للتلامذه باش يستعملوه، ومعنا نحاولوا ديما نلقوا حلول عمليه بسيطه لا محاله، في انتظار انه طالبنا في عده مناسبات معناها سواء السلطات المحليه ولا حتى بالنسبه الجهويه في ايجاد معناها حلول جذريه لمشكله الماء، سواء بالتزويد الطبيعي عن طريق الشبكه او حتى ربما حلول اخرى كما هنا في شكل حاويات ربما او خزانات صغيره يزود منها المعهد، ولكن لحد الان ما ثماش حل في النقطه هذه. حتى كي دخ واحد ولا حاجه ما فيهاش حتى نمشوا للدار يقولوا ما ثمش ما نمشي معك من الدار ما تشربش تصبر حالك تمشي للتواليت تلقى الماء مقصوص يعني تبطل. كلمنا قبل المدير وحتى الاستاذ قالوا كلموا المدير وكل شيء وحكينا معاه قالنا تو نعملوا مشكله ممكن نجيبوا خزانات ولا حاجه ما ثمش شيء عم نول الماء في السته يخدم نقعدوا السته مرات نطلعوا نقول يخدم السنا ما ثمش الماء كنا راه بسبورة نجيب معنا من واحد من الدبوزة نتغسلو. باش مقاعدين يبمبو الشيرة الوطنية فيها، أما نحنا أربعة وخمسة شهور وست شهور نتاع السخانة ما ثماش ماء، القصب فارغة. كي يجينا حتى الماء ولو في الشتاء وتشبع الشيرة الوطنية يطلع لنا نحنا شوية الماء، يجينا الماء مسخ ما يشربش. شي نجيب الكاسيرنا ب 30000، كل أربع الناس يجيبوا الكاسيرنا ب 30000. ما عملنا شيء، ثم الهجال وثم البطال وثم كذا وثم كذا. خويا الصونات هذيا يا تقيمنا بالماء يا تهزوا زانها وتمشي. خلاص. معناها الساعة الشيرة ذي ما كانش. في الشجر إنك خلي في الصيف. قبل ما تتكفل الدولة باش تعطي الماء. ف
قبل ما تكفي الكوبانيه باش تعطي الماء، يقعد بشهر بشهر ونص ما يجيش، يحل الماء مع 3 ل 4 نتاع الصباح، ساعه ساعه غير ربع ويتعاود يتقص نهار كامل ما عادش يرجع. كلموا غدو. ثم ناس ما عندهاش، ثم ناس تقعد من غير ماء. ناس تسهر ل 4 نتاع الصباح تستنى باش يحل الماء، باش تعبي هاك البيدون ولا زوز، باش يشربوا وباش يغسلوا المعاين وباش يغسلوا الدبش وباش يغسلوا برشا حاجات. تتصرف المواطنين هنا يتلموا ولاد المواطنين نتاع الحومه لهنا. يشوفوا استيرنا ب 15 20 دينار تجي تعطي المال لحوم وهذاك معناها برسك نهار نهارين تجي استيرنا تعطي المال لعباد باش تغسل الناس وباش تشربوا بالواحد. تجي معاها تعطي الماء معناها كي تجينا الفتورات تجينا من 200 200 بوش في الهواء ما ثماش ماء.